اليوم بمناسبة عيد الطفولة المصادف الفاتح من جوان من كل سنة، أرادت المدرسة يعني أن تحتفل مع إخوانها أو أبنائها التلاميذ في هذا الجو البهيج الذي نظم في مولد معمري، في دار ثقافة مولد معمري بتيزي وزو. هذا اليوم يعني نحاول فيه كيف يعني نفهم أطفالنا وكيفاش نكون معهم يعني متوافقين ومتصافين حتى ننهض بهذا الأبناء ونخرج بهم إلى دار الأمان، خاصة الأطفال المعاقين بصريا الذين يحتاجون إلى رعاية ورعاية دقيقة جدا، سواء من الناحية النفسية ولا من الناحية البيداغوجية. لذلك فهؤلاء يعني هذه المدرسة المتخصصة في تعليم الأطفال المعاقين بصريا، ويعني هذا الأساتذة المختصين المرافقين لهؤلاء التلاميذ يعملون جاهدا على أن يكون النجاح حليف هؤلاء الأبناء. هذا العام إن شاء الله عندنا شهادة تعليم متوسط، عندنا شهادة تعليم الابتدائي، وفق الله أبناءنا إلى ما يحبه ويرضاه، إن شاء الله يكونوا من المتفوقين في الشهادات، شهادة تعليم متوسط وشهادة وكذلك شهادة البكالوريا إن شاء الله، ولما لا الأطفال اللي مروا ديجا في المدرسة تاعنا. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.